السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بداية ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتنا الجديدة قناة صوت الملعب. كنت قلت لحضراتكم من فترة يومين ثلاثة كده تقريبا ان خالد الغندور خارج حسابات نادي الزمالك بسبب انه عايز مبلغ مالي كبير. يعني مرتضى منصور نادي الزمالك او اللي كان بيموله برنامج ايا كانوا اشخاصهم مين، في ناس تقول لك تركي وناس تقول لك مش تركي ايا كان يعني، فشركه عالم المصريين غير اللي كانوا بيمولوا برنامج الزمالك اليوم على قناه الحدث واللي كانوا بيدفعوا الايجار والكلام ده كله، ده شركه او شركه عالم المصريين عامله قناه عشان تستفيد منها، ما دي مش عامله قناه يعني كتبرعات لنادي الزمالك، لا عامله قناه. نادي الزمالك اسم كبير، عاملين قناه على اساس يبقى في مشاهدات، ممكن في اعلانات، فيبقى في دخل لمكسب للشركه يعني، ومع الى جانب حاجات تانية يعني، الى جانب حاجات تانية ممكن يستفيدوا منه، وقناه لها يعني شعبيه زي قناه نادي الزمالك وجماهير يعني تقريبا، ما هو جماهير نادي الزمالك بعد النادي الاهلي كجماهيريه يعني. فخالد الغندور المبلغ اللي كان هيندفع له في من اعلام المصريين ما يجيش حاجه يعني، قليل بالنسبه للمبلغ اللي كان بياخده في قناه او برنامج الزمالك اليوم. فطبعا هو رفض، فالناس بتسال يعني، الناس من متابعينه على صفحته على فيسبوك، انت موجود في القناه ولا مش موجود في القناه والكلام ده كله. فقعد بقى حكى حدوتك، قال ايه خالد الغندور يعني رد على احد الناس اللي بيسالوا انت موجود او مش موجود، قال لك ايه؟ اما وجودي او رحيلي في قناه الزمالك فهذا يعود لي انا شخصيا. انت حر يا عم، الراجل بيسالك، ما هو انت، هو مش انت اللي هتتعاقد وانت لازم، اما سؤال يعني اما وجودي او رحيلي فهذا يعود لي شخصيا، امال هيعود لي مين يعني؟ انا اللي قرر انت تقعد ولا تشتغل، حد ياخد قرار بنيابه عنك يعني، مش فاهم يعني، اكيد هيرجع لك انت، وهذا قراري انا طبعا يعني، واهتم باراء الناس المحبين لي جيد، ولكن في النهايه لي حساباتي الادبيه. الادبيه ماشي، الادبيه دي تعرف لي حساباتي الادبيه، حساباتك الادبيه دي يعني، يعني مكانتك مثلا في البرنامج او ممكن يحطوك في برنامج صغير مثلا، والماديه، الماديه الموني توك. هو كان دايما يظهر كده الكابتن خالد غندور دمه خفيف، كان كل شويه يقول لك احنا في وقت الماده هي اللي بتتكلم، الماني توك يا جماعه، الماني توك يا جماعه، هو اللي بيتكلم، فلوس هي اللي بتتكلم يا جماعه. فحساباتي الادبيه والماديه والمعنويه اكيد طبعا، والتاريخ الاعلامي على مدار 15 سنه. اولا كل اللي انت بتتكلم فيه يعني لو خدناه من الناحيه الادبيه ومن الناحيه الماديه، هم نلاقيها ناحيه ماديه يعني، ما اعتقدش ان انت هتقول مثلا ان وجودك او تاريخك الاعلامي في قناه نادي الزمالك ده هيقلل من تاريخك الاعلامي على مدار 15 سنه، او من الناحيه الادبيه وجودك في قناه الزمالك هيقلل من قيمتك يعني في وجودك في القناه. اذا كنت انت كنت بتشتغل في برنامج بيتاجر 3 ساعات على قناه الحدث، دلوقتي لما بقى القناه ولا يمكن وضعك يعملوا لك برنامج نص ساعه مثلا، او يحطوك في الفقره الصباحيه اللي ما حدش بيشوفها مثلا، ده مثلا الناحيه الماديه بقى دي اهم حاجه. ليه يا عم خالد ما تضحي يا عم خالد؟ يا عم خالد ده الزمالك، انت مش بتقول يا زمالك والزمالك اللي عملنا، وقطعته في الراجل علشان طلب فلوس اللي هو كابتن فاروق جعفر، على ما وانت ومرتضى منصور كان عايز 480 الف جنيه عشان يجي يقدم 3 ايام في مش عارف، ولا اتفضل مش عارف مين، وانتم الزمالك وناس بتستفيد من الزمالك وناس عملت اسم من الزمالك، لكن تيجي الناحيه الماديه ما يقدروش يعملوا مش عارف ايه. ضحي يا عم خالد علشان مصلحه الزمالك، قال لك في النهايه ليه حساباتي الادبيه والماديه والمعنويه والتاريخ الاعلامي على مدار 15 سنه، تعطيني الحق في الاختيار لما هو في مصلحتي ومصلحة أسرتي، فهذا عمل يعني. القصة في الأول والآخر عمل ولا حب يعني، عمل ولا انتماء ولا حب، ولا بنضحي علشان خاطر نادي، ما تفهمونا يا جماعة. تعطيني الحق في الاختيار لما في مصلحتي ومصلحة أسرتي فهذا عملي. وأعتقد أن خالد على مدار سنوات أثبت حبه وعشقه لنادي الزمالك فعلا في إزاي بقى، وليس للمادة إزاي بقى يا عم خالد. ما هو لو جه دلوقتي الاحتكاك والاختبار الحقيقي، انا مش ضدك على فكره، انت من حقك تقيم نفسك ماديا زي ما انت عارف او زي ما انت حاسس او انت مقدر نفسك، مثلا هم بيعرضوا عليك مثلا سي 5000، لا انت شايف نفسك 10 20، انت حر وده حقك في الاول وفي الاخر. لكن انا هنا لما بنتقد كلامك اللي انت كنت بتقوله، والزمالك ولازم نضحي وبضحينا كتير
وفلوس وعمل لنا اسم وشهرة، وبتطالب غيرك يضحي؟ لكن انت ساعة الجد ما بتضحيش يا عم خالد، وليس للمادة. والدليل رحيلي عن كثير من القنوات بسبب دفاعي عن نادي الزمالك. لا، رحيلك من، بص يا عم خالد، علينا الكلام ده انت استهلكته كتير وكلام بيتعب. يعني ايه قنوات مشوكة بسبب دفاعك عن نادي الزمالك؟ لا يا سيدي، مش بسبب دفاعك عن نادي الزمالك، بسبب الرعاة وسبب الاعلانات. انت لو كان برنامج بيجيب اعلانات يفيد القناة، فهمني حضرتك، لو برنامجك بيجيب اعلانات يفيد القناة اكيد هيتعاقدوا معاكم مبلغ فلكي، مبلغ خيالي، لانك بتكسبهم. لكن بما انك بتخسرهم، مفيش مشاهدات، مفيش اعلانات، مفيش مش عارف ايه. الرعاة الاهلاوية اكتر من الرعاة الزملكاوية، فبيعملوا مثلا ما بيعملوش اعلانات عندك فبيسحبوا. هي الحقيقة كده يا عم خالد، هي الحقيقة كده. وده مش حرب. تعال النهاردة، انا النهاردة راجل اهلاوي وبرنامج اهلاوي، برنامج متشاف والدنيا بحالها شايفاني، لان شعبية الاهلي كبيرة، فهيجيبوا شخصية والموضوع اصلا بيتكلم عنه ليه اهتمامات وشعبية، فاكيد المعلن هيروح للناس، للجهة اللي الناس بتبحث على البرنامج او المقدم اللي الناس بتبحث على البرنامج عشان يحطوا اعلاناته عنده. فالنهارده ما تقوليش عشان خاطر الزمالك، لا، قصه تسويقيه بحته، القصه قصه ماديه بحته، ملهاش علاقه لا بحبك. الناس لو شايفين او اصحاب القناه ان الكلام عن الزمالك بيجيب فلوس كانوا خلوه، كان مش هقول الزمالك حد، في اساسا كاريزما يا عم خالد، في اسلوب، في طريقه، في كاريزما. انا اشهد لك انك انت عندك كاريزما افضل من كاريزما احمد جمال، لكن انتوا الاثنين بشكل عام كاريزما بتاعكم قليل، لكن انت اعلى من احمد جمال، دي حقيقه من وجهة نظري. في ناس تانية شايفاك راجل إعلامي فذ، إنما أنا بتكلم عن وجهة نظري. قال لك وجمهوره في الوقت الذي، قال لك إيه؟ والدليل رحيلي عن، يعني هو بيتكلم دلوقتي أنا ضحكت كتير والكلام ده كله ومشيت من قنوات، قال لك والدليل رحيلي عن كثير من القنوات بسبب دفاع عن نادي الزمالك وجمهوره في الوقت الذي يتمتع البعض بحب الجمهور دون تقديم أي تضحيات لصالح نادي. ليه بقى هنا؟ لأن طول ما أنت بتتكلم كتير، طول ما أنت بتخسر. أنا النهارده، طب ما حازم امام اهو بسم الله ما شاء الله بيظهر اعلاميا على اون سبورت، وبيحوز على محبه جماهير نادي الزمالك وكثير من جماهير النادي الاهلي، لان اسلوبه وطريقته ما بيستخباش. في ناس تانية ما بتطلعش وما بتتكلمش، فلعبه كوره الناس بتحبها كاسلوب لعب كوره وخلاص، لكن ما تعرفش طريقتها واسلوبها، لكن انت ظاهر قدامنا، انت مكشوف، فليك ناس تحبك وليك ناس تكرهك. يعني قال لك صح، ودون الدفاع عنه اعلاميا، ما بيدافعوش عن نادي الزمالك اعلاميا، ولا يتعرضون للسباب والشتائم، ويفضلون البقاء في الخفاء وكسب الماده على حساب ناديهم. هم احرار يا اخي، انت مش بتقول كل واحد بيدور على مصلحته ومصلحه اسرته؟ انت لسه مبتدئ القصه دي، والتقدير ما هو حر، انت بتحكم عليهم ليه؟ انت بتقول لي الكلام في اوله وبتنفيه في الاخر. قال لك يعني شتام، ويفضلون البقاء في الخفاء وكسب الماده على حساب ناديهم. اخيرا اعلم جيدا ان هناك اختلاف كبير على شخصيه رئيس الزمالك. حلو، انت بدانا بقى وصف الدفاع عن مرتضى منصور، ومن يكرهه ومن يحبه، ولكن لن يجبرني احد على كرهه، او ما حدش هيجبرني ان انا اكرهه. انا بقول لك اكرهه يا سيدي، انت حر ان شاء الله يا عم، انت حر يا سيدي، مش خلناش بقى نقول مش عارف. او حب بني ادم الا لقناعات، يعني ما حدش هيجبرني ان انا احبه او اكرهه الا لقناعه الشخص. يعني انت مقتنع كده؟ يعني لما طلع وقال لك يا قزم كده وكل حاجه رجعت تمام، بكره يشتم، ادينا قاعدين ومنتظرين. وعمري ما السوشيال ميديا ولا الشتائم ستجعلني انصاع لاراء الشتامين. يا عم ما حدش بيقول لك ان انت هماعه، ما حدش عمر ما حد طلع وقال عليك ان انت يعني دلدول، عمر ما حد طلع وقال عليك ان انت بتمشي ورا مرتضى منصور، عمر ما حد طلع وقال عليك ان انت يعني كل ما مرتضى منصور يقول الكلام انت توافق عليه تهز دماغك، عمر ما حد طلع وقال عليك ان انت يعني ما بتقدرش تتكلم قدام مرتضى منصور، عمر ما حد طلع واتكلم عليك وقال لك ان مرتضى منصور لما انت بتيجي تتكلم يقول لك اسكت يا خالد، يا عم خالد؟ ما حدش قال الكلام ده يعني يا عم خالد. قال لك وعمر ما السوشيال ميديا ولا الشتامين سيجعلني انصاع لاراء الشتامين منهم، والاختلاف وارد في الفكره والتوجه، ولكن الكره واضح لشخص والحرب واضحه. هو بيقول هنا بقى ايه؟ يعني الناس بتكره مرتضى منصور والحرب عليه مش بسبب شخصيته او الكلام الرياضي يعني. قال لك ولكن كل من كان يعمل معه، ان الحرب عليه ومش هو بس الشخص ده، الناس اللي بتعمل معاه. قال لك ايه؟ والشتائم فقط ليست بسبب الرياضه، امال بسبب ايه يعني؟
هو انا لما يطلع يشتم الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، هو مجلس اداره الاهلي والخطيب دي سياسه؟ ها الناس بتكرهه يعني، لما يطلع يشتم صحفيين واعلاميين وبتاع، هم عبد الناصر زيدان بتاع سياسه، هو ابو المعاطي زكي بتاع السياسه، هو احمد سعيد بتاع السياسه، هو يعني لكن مش بسبب، مش دول لهم علاقه بالرياضه يعني، والناس اللي بيتكلموا في الرياضه اللي كل يوم يتشتموا ليه يعني؟ ولكن ايضا السياسي يا عم، السياسي هو حر، واحنا هنا مش هو انت عامل برنامج بتاعك سياسي؟ انت هو الفقره بتاعته نصها رياضي ونصها سياسي، لكن انت فقرتك ايه يا عم خالد؟ الناس تكرهك انت ليه؟ ما حدش قال لك ان انت بتسمع وخلاص، ما حدش قال لك ان انت بتقول حاضر حاضر يا سياده المصطلح، عمرك ما حدش قال الكلام ده يا عم خالد طبعا. يا اخي عيب يا راجل، الا فقط بمصالحها سواء ماديه او سياسيه، يعني الناس بتكرهها علشان مصالحهم الماديه او السياسيه. طب الناس دي النادي الاهلي ماديه ازاي بقى والسياسيه ازاي، والخطيب علاقته السياسيه وماديه بحب او كره مرتضى منصور يعني او كره شخص، ان تغير في اي شيء فيظل خالد الغندور كما هو يفعل ما يقتنع به، لا يشتم من يشتمه، ولن انجر للالسنه القذره. كلام رائع، قال لك سيظل كما هو يقتنع به، يقتنع يعني هيعمل اللي هو مقتنع بيه. صحيح يا استاذ خالد، يعني انت كنت مقتنع وانت بتقدم البرنامج بالشتائم اللي كان الناس اللي مرتضى منصور كان بيشتمها للناس دي، يعني انت كنت مقتنع بالكلام ده؟ انت بتقول مرتضى منصور خالد الغندور هيفضل زي ما هو، مش هيعمل حاجه غير هو مقتنع بيها، يبقى يعني انت بتعمله. فالمهم يعني ملخص الكلام ان في ازمه ما بين خالد الغندور، وخالد الغندور هنا بيضطر بيها الناحيه الماديه، ممكن بقى شد والجذب وبتاع. طب انت خالد الغندور عايز 20، هم بيقولوا له 5، طب 6، طب لا 15، لا طب 8، لا يبقى 10، ندخل في منطقه وسط يعني. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، لو بتشوفنا اول مره اشترك بالقناه فعل زر الجرس عشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم.